إرسال القوات الوطنية التشادية إلى مالي جاء مباشرة عقب موافقة الجمعية الوطنية بالأغلبية البرلمانية، حيث ستتوجه هذه القوات إلى العاصمة المالية باماكو، وذلك عقب النداءات التي قدمت من قبل الرئيس المالي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. هذا وقبيل مغادرة من الأراضي الوطنية، وجه الوزير المندوب برئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني بين أندو تاتولا توجيهاته لأفراد القوات المسلحة. القوات الخاصة هذه ستقوم بأداء مهمة وبعثة في غاية الأهمية، إذ أنكم ستقومون بتقديم مساعدة لإخوة لنا في دولة شقيقة تواجه خطرا محدقا، إذ لديكم مسؤولية كبيرة باعتباركم ستكونون في طليعة القوات الأفريقية التي ستقاتل بجانب القوات المالية، وعلي ستسحبون للحرب ونحن نقف خلفكم. فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو القائد الأعلى للمسلحة يشد من أذركم، ونتمنى لكم النجاح في مهمتكم، ونجاحكم يعني نجاح جمهورية تشاد. ونشير بأن تشاد أصبحت معادلة هامة في حلحلة الأزمات على مستويين القاري والدولي.